عيش صباحك مع مروان أدري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. منورني ومشرفني دلوقتي النجم والفنان احمد حاتم يا ابو حميد. صباح الفل. صباح الفل يا مارو. بعد كده عاوني لما اكلمك ما تردش. عاوني ما تصل بيك تاني قول له انا مسافر. عاوني ده والله بقول عاوني ده اللي بيصحيني الصبح عشان اجي بس والله باجي عشان اجي. ربنا يخليك يا ابو حميد. صباحك زي الفل. لسه كنا بنتكلم على فوق مستوى الشبهات. مبروك. متاخره شويه بس يعني دور حلو جدا. والمسلسل طبعا كله بنجومه وعلى القمه يعني النجمه يسرى. طبعا. الدور لطيف طبعا مختلف. خلينا ندردش في المسلسل. مش عايز اسالك بقى السؤال اللي هو بالظبط احلى. هو المسلسل انتاج العدل جروب ودي شركه انا بحب اشتغل معاها جدا. ناس محترمه جدا 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 ويعني بتدعمك فنيا ومعنويا بشكل كبير جدا يعني في رمضان. المسلسل ده تحديدا كان اخراج استاذ هاني خليفه. واستاذ هاني خليفه يعني من الاشخاص اللي اول مره اتعامل مع مخرج عامل كده خالص يعني. انا ما اتعاملتش مع مخرج زي هاني خليفه خالص. على مستوى التفاني وال هو بيخش جوه كل كاركتر. هو بيخش جوه كل كاركتر وبيفضل يعصر فيها لحد ما يجيب اخرها ويجيب اللي هو عايزه. وساعات يعصر فيها ويشوف هتطلع ايه يعني. هو برضو عنده حته كده تخليه يا بيتوقع الشخصية ممكن يطلع منها ايه يا بيستنى يشوف يا الشخصية يا بيستنى. يعني خليك ما تعملش اداء معين. اداء مكرر. اداء في دماغك. اداء في دماغه. سيبك بس يفضل بقى يطلع منك يعني ما يسكتش ما بيداش. وكان بطولة طبعا استاذة يسرى يعني انا نجمة كبيرة. تحية كبيرة ليها. يعني اتشرف ان انا كنت في المسلسل بتاعها. فانا شايف انه كان يعني تناول جديد للشاب اللي مقضيها من حتة شوية مختلفة. حتة شوية فيها حاجات حقيقية وفيها حاجات يعني بيحب ساعات اللي هو فيه وفي نفس الوقت ساعات ضميره بيأنبه فبيحس انه مش عايز. يعني هو في تناخد كده معين. تالي ده كان احلى حاجة في الشخصية. شخصية غريبة. لانه في الاخر بقى عنده ضمير وبقى بالزبط. يعني لما قابلت هند عبد الحليم او بدأت العلاقة مع هند بالظبط. ده دي قصة تانية برضو كان ليها تناول شوية مختلف. ان هو كان ما بين هو عايز منها حاجة مصلحة معينة وما بين هو فعلا حبها. ما بين هو ما كانش بيحب الاولانية او كان ساعات بيبقى عايزها اللي هي نجلاء بدر. فلا يعني ما انا شايف انها كانت تناول الشخصية كان هو الجديد. الشخصية كانت مكتوبة كده ولا هاني انت وهاني اشتغلتوا على الشخصية؟ الاثنين يعني كان مكتوب كده بس يعني لا اشتغلنا بصراحة عليها عشان نحط فيها شوية تفاصيل كده معينة. فلا واظن ان كل شخصيات المسلسل ده يعني هاني خليفة كان حاطط فيها بصمة بتاعته. انت حريص على الشغل في رمضان يا احمد؟ بص يعني بيفرق. يعني بس مفرمة ما جدا جدا صعب جدا يعني لو ما تشفتش يبقى تعبك كله بعيدا بقى. سيب ما بكلمش على ماديات ولا على اتفاق ولا اي حاجة. عملت شغل ولسبب او الاخر بقى قناة حطته في توقيت وحش ايا كان فانت اتفرمت. للأسف. وده انا يعني حصل لي كذا عمل قبل كده. بس مهم جدا يعني نجاحه وحجم المشاهدة بصراحة فيه مختلف. انا لما جربته في اعمال الحمد لله كانت ناجحة. الموضوع لا يعني الموضوع كان بالنسبة لي غريب يعني. يعني وقت مسلسل ابن حلال انا كنت حبيشة في اي حتة في مصر يعني. تحدي مش اي حد يشوفني انا حبيشة. تلت الصاروخ يعني انا كنت كده عشت كده بجد لحد دلوقتي. حجم المشاهدة فيه كان فعلا كبير جدا رهيب. وحارة اليهود كان موسى برضو كان واخد شوية كده يعني. لا بيبقى فيه بالكاركتر كده ودي شوية. حارة اليهود برضو كانت شخصية متناقضة. لا كانت شخصية متطرفة. متطرفة بس متناقضة. انا كنت اقول لك رأيي بصراحة. انا كنت شايف انها مش لاقي على ملامح وشك فعلا. يعني التناقض والحدة اللي كان فيها موسى وكاره البلد وشايف ان اسرائيل هي دولة الحلم وارض المعاد و
انت ملامحك ما اعرفش يعني ساعتها كنت من غير دقن والقصه كانت الشكل كان مختلف كمان بس لا كنت حاسس انه والله ممكن ولا احنا عشان خدنا على الاستيريوتايبنج بتاع ان اليهودي لازم يبقى عامل كده ده كان اول حاجه احنا متفقين انه مش هيبقى كده طبعا عمره ما هيبقى بالتناول الكوميدي ده وبالعكس انا حبيته جدا حبيت الشخصيه دي جدا جدا يعني انا بحب شخصيه عنيفه كمان بحب الشخصيات اللي فيها مساحه يعني مش مساحه تمثيل كمان على قد ما هو بيفتح لك انك تخش جوه بقى جامد يعني انت 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 بتخلق عالم للشخصيه دي خاص بيها جدا ما حدش متعود يشوفها يعني محدش متعود يشوف موسى ده في حته عشان يبقى عارف هو عامل ازاي يعني انا اللي هقول لك موسى ده عامل ازاي ما هي دي دي دي, دي جزئيه هنرجع نسال فيها بس هنطلع اعلانات سريعه ضيف اللي منورني هو النجم والفنان احمد حاتم ابعتوا له على 1006 كلموه على 1006 لو من موبايل او 09600 لو من خط ارضي عيش صباحك مع مروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لسه منورني ومشرفني النجم والفنان احمد حاتم احمد كنا بنتكلم اللينك اللي فات على حاره اليهود عندي بس سؤال في حاره اليهود عاده لو انت بيجي لك شخصيه او عمل لحاجة معاصرة انت ممكن تقتبس ممكن تاخد تشوف الشخصية دي مثلا زيها مين وتاخد منها حاجات تعمل معايشة زي ما انتوا بتقولوا في الشغل انتوا مثلا هتعمل دور حد معين فبتقعد معاه تشوفه بيكلم ازاي بيلبس ازاي بيتحرك ازاي في حاجات التاريخية بتبقى فيها مشكلة لان انت مش هتعرف تعمل معايشة مع الشخصيات دي طبعا فانت الشخصية بتبقى مرسومة ازاي يعني شخصية اليهودي المتطرف اللي هو ما بيتكلمش كده واللي مناخيره مش عامله كده ومش لابس النضاره انت شاب صغير متطرف جدا الشخصيه مرسومه كده ولا انت اشتغلت او قريت او حد قعد معاك هي الشخصيه كاتبها دكتور مدحت العدل فهو كان راسم برضو ملامح ليها كتير وغير كده لا انا قعدت مع ناس درست حاجات كتير عن اليهوديه واسرائيليات وبدايه بلد ازاي والكيبوتز والحاجات دي ازاي كانت يعني ازاي الحاجات دي ابتدت زمان فهم شويه فادوني جدا في الحته دي وادوني شويه كده معلومات عن مدى تطرف وقتها اليهود اللي كانوا عايزين يبنوا دوله اسرائيل بالذات المصريين يعني فالباقي بقى هي دي بقى الفكره كنت بكلمك عنها الباقي بقى دي مساحتي انا الشخصيه اللي محدش هيقول لي انت صح ولا غلط فيها يعني انا في الاخر بعمل حاجه انت رؤيتك انت رؤيتي اللي انت ما شفتهاش وما فيهاش صح وغلط فهي دي بحب انا الادوار دي يعني حتى كان في مسلسل ابن حلال كان في برضو مساحه ان انا افور شويه او مساحه ان انا ابقى في سكة كده معانا الواد مش سوي فتمام بقى اعمله مش سوي بطريقتي فدي ادوار مش كل ادوار بتديك المساحة دي ما ينفعش تعمل اي دور شخصيات معينة طبعا طيب انا عايز اقول على حاجة الحقيقة انا بشوفها حاجة كويسة جدا ان انت عملتها ان انت عملت بطولة الهرم الرابع ولكن لما جالك دور مش بطولة عادة في 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 التمثيل اللي بيدخل بطولة بيبقى خلاص بقى بيمسك يعني انا بطل بقى فانا عايز ابقى نجم الشباك وعايز اسمي على الافيش انت لما بيجي لك شغل تاني غير البطولة انت بتشتغله ليه انا عاجبني ده انا كمشاهد ومتفرج مش مذيع بقى ولا مروان ولا اي حاجة انا بيعجبني ده انه الدور الحلو هو اللي انت بتروح له انت كاحمد حاتم او انت كفنان انا يعني. فاهمك كويس قوي لان هو دي ما اعرفش هي طريقة تفكير انا مش هكون النموذج الاولاني اللي انت اتكلمت عنه بس هكون بعمل ده بس معرفش اقولها لك ازاي بخطة مختلفة يعني بمعنى يعني مش هكون عملت فيلم بطولة فانا هفضل اعمل كده انا هشوف على قد ما انا بشوف الصح لي انا لمصلحتي في الاخر في نفس الوقت بعمل حاجات بحبها وحاجات محترمة هتفيدني ازاي على اللونج ران انا طول الوقت بص لقدام مش بص دلوقتي مش بص ان انا اعمل حاجه دلوقتي انا باصص انا هعمل ايه كمان 5 سنين هعمل ايه ازاي وهاخد فرصتي ازاي ان انا اعمل بقى اللي انا عايزه انت يعني باصص لقدام دي كلام مظبوط بس كمان 5 سنين او كمان سنتين او كمان 3 المجال عندكم بيتغير بسرعه ناس كتيره بتطلع وناس بتنزل مخرجين بييجوا ومخرجين بيمشوا عشان كده انا بالظبط يعني بتبقى صعب التنبؤ بده بيبقى صعب جدا في اي حاجه صعب التنبؤ بس عشان كده انا ماشيها
انا ماشيها مع المشاهد لان انا بشتغل المشاهد في الاخر، فماشيها بالفريق اللي انا فريق اللي انا ان المشاهد يبقى بيشوف وش يعني بيحس شويه ثقه في المنتج. دي بتحتاج وقت، ما بتحتاجش ان انا اعمل بطوله. اوكي. دي خطه، مش 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 يلا انا هعمل كده، ممكن ما حدش ياخد باله منها اصلا. بس هتبان بعدين، تتفهم بعدين، تفهم طريقه تفكيري بعدين انا ليه بشتغل بالطريقه دي. بس في الاخر هي حاجه شخصيه، مش شرط تبقى صح. يعني ممكن ابقى ضيع فرص على نفسي وابقى غبي، بس بحاول برضو ما اعملش كده. عشان كده بقول لك لا، انا بحاول اشتغل بقى دلوقتي على فيلم اعمله، فيلم مناسب للمرحله دي. بس الهرم الرابع وافقت عليه ليه؟ هو فيلم حلو ولسه كنا بنتكلم عليه جوه، انه حاجه جديده ما شفناش كتير في السينما في مصر، يعني انه اتعمل عليه منتجات بيبقى تي شيرتس عليها العلامه بتاعت الهرم الرابع، اللوجو بتاع الفيلم. بس بيتر ميمي انا ما اعرفش دي اول تجربه اخراجيه ليه تقريبا في مصر. لا، عمل قبل كده 3 افلام تقريبا. بيتر مخرج عنده موهوب جدا، بيذاكر جدا، عنده تكنيك حلو، عنده ايقاع حلو جدا. ممكن ما كانش باين قوي في الافلام اللي عملها لطبيعه الافلام دي، ولكن هو من اهم اسباب ان الفيلم يطلع في حاجه جديده وفي فكره. بتجازف انت ابو حميد؟ ما كانش وقتها مجازفه قوي لان ما كنتش عامل حاجه. جايز دلوقتي انا مضطر ان انا ما اخدش ريسك في الفيلم اللي جاي ان شاء الله. بس وقتها كنت محتاج اعمل فيلم، محتاج بس اختار الفيلم. هو ده اللي انا عملته، ان انا اخترت الفيلم واشتغلت عليه انا وبيتر، واخترت حاجه مش ما اتعملتش كتير. ما هو ده بقى، هو دي الفكره، ان احنا اشتغلنا على ده قصد، واشتغلنا عليه كتير عشان نحاول كمان يعني نسرع ايقاعه، نخليه دايما في احداث بتحصل، ندخل شخصيات جديده كل شويه. فعشان كده الحمد لله انا ما كنتش متخيل ان الفيلم هيأثر في الناس بالطريقه دي، ولكن طبعا دي حاجه يعني بسطاني بس يعني. طيب خلينا نطلع اعلانات سريعه ونرجع نستكمل حوارنا. ضيف اللي منورني هو النجم والفنان احمد حاتم، ابعتوا له على 1006، كلموه على 1006 لو من موبايل، او 09600 لو من خط ارضي. عيش صباحك مع مروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احمد حاتم لسه النجم والفنان منورني. ابو حميد، حواري بوخارست. حواري بوخارست اخونا كبير امير كرارة. امير صباح الفل لو سمعنا. بوخارست والله يعني لو سمعنا، ومبروك على الفيلم اللي هو بيعمله دلوقتي مع السقا. مظبوط. حواري بوخارست اخراج محمد بكير. انا كنت اشتغلت مع محمد بكير في السيدة الاولى، ومن المخرجين اللي انا بحبهم جدا يعني. فكان تريتمنت حواري بوخارست، وكلمني عنه برضو وقال لي معانا السنه دي وبتاع. فايه الدور؟ حواري بوخارست شويه كمان كنت بعمله مع موسى. فطبعا موسى كان شويه شخص يعني متخلف ومتطرف جدا. وكنت بعمل دور الدكتور احمد في حواري بوخارست. ده كان دور واحد مكسور، ديسنت جدا، غلبان، ما بيعرفش يعبر عن نفسه قوي يعني، خجول كده. فكان عاجبني يعني وقتها، كنت يعني في الاول مستصعب الكونتراديكشن ده يعني، بس بعد كده انا يعني حبيت الفكره جدا. من المسلسلات الحمد لله يعني برضو اتفاجئت بانها اتشافت بشكل كويس قوي. بس في دور هو قديم شويه، بس يعني برضو على قصة بتعمل يعني المعاصرة او المعاينة ازاي. السيدة الاولى، ابن رئيس الجمهورية. بغض النظر الدور كان ايه؟ لا والله يعني خالص انا ما اتكلمش هو يعني بعيدا عن اي سياسة برضو، ما يعني ما فيش اي غرض سياسي من السؤال طبعًا. بس يعني دور برضو يعني اقول لك اول يعني ربنا يرحم استاذ ممدوح عبد العليم رحمة الله عليه. انا كنت بحبه جدا، شخصيه جميله جدا 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 يعني. لا والله هو الدور اول ما جالي اهو شيء كوميدي جدا انك بتعمل ابن الرئيس يعني، انت فجاه بقيت انت ابن الرئيس. طب هو شيء
اي حد انا شفته كده على الورق انه يمكن حتى ما طلعش كده قوي، بس انا شفت ان ده حاجه في منتهى الانترتيننج للمشاهد، ان انا اشوف هو ايه يعني ابن الرئيس ده ولا بنته ولا عايشين ازاي. ودايما هيبقى الاستريوتايبنج بتاع اكيد فلاتي وبايز، ويعني والله بقى الظريف ان هو ما كانش ستريوتايب، ما هو ده كان واد ملوش فيه خالص، ملوش فيه بقى. أنا يا عم على نفسك مش عليا. ده كان تناول ظريف جدا يعني على قد ما بان. انا شفت ان هو تناول ذكي وظريف جدا، جايز هو ما بانش قوي ده، عشان كده ما عارفش هو بان ولا لا. بس الستيريوتايبنج اللي انا اقصده ان الناس كانت منتظره تشوف ده فما شافتش ده. وكان في مرحله مش عاجبه اللي بيعمله ابوه، انتوا يعني كان ضد ابوه. فلا التجربه انا شايفها ما بتتكررش كتير برضو، يعني مش تعمل ابن الرئيس يعني كتير. وبتصور في اماكن معينه طول الوقت، حتى الديكورات شياكه كلها شياكه معينه طول الوقت حواليك جردات انت مش فاهم ليه. فكان لوكيشن كده قوي فاهم. فكان تجربه لطيفه. رحنا صورنا القصر في وينتر بالاس في الاقصر. فلا كانت تجربه جديده يعني. ايه اللي مش عايز تشتغله؟ ايه اللي مش يعني ايه اللي لو جالك مش هتشتغله؟ المسلسلات مثلا، الاجزاء مثلا، المسلسلات التاريخيه، المسلسلات الحربيه، يعني ايه نوعيه العمل، الاعمال اللي انت مش متخيل نفسك فيها؟ المسلسلات الطويله انا كنت جات في وقت مضيت مسلسل سوب اوبرا 240 حلقه. ولكن لسبب ما جايز يكون يعني كويس انه هو الفكره دي اتلغت. فانا بكلم بجد، وعملناها بس بشكل قصير يعني بشكل مصغر، ما عملناش 240. جايز وانا بصور 60 ثم لسه ما كملوش. حسيت الموضوع صعب جدا. فاظن ان انواع المسلسلات بالحجم ده انا ممكن ابقى ما اقدرش اعمله. طيب بص، هو السؤال ده انا بساله لكل الضيوف اللي بيجوا. الميزه والعيب في المسلسلات دي انا بشوف انها وجهه نظري المتواضعه، يعني انه لو انت ما عندكش شغل طبعا هي شغل طبعا وفلوس طبعا، في الاخر خلينا منطقيين كلنا بنشتغل عشان الفلوس. لا 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 اكيد. بس هي عيبها الاخر انه ملل. انت ممكن تقعد 3 حلقات بتفتح الباب، 4 حلقات بتبص للبطله. والله بص اقول لك على حاجه، التجربه كان بيشتغل عليها ورشه محمد امين راضي وورشه احمد شوقي. ودي ورشه ما بتكتبش اي كلام. الناس اللي بتفتح الباب في الثلاث حلقات دي ورشه بتكتب بايقاع محترف جدا وايقاع حلو جدا، وده اتحقق في 60 حلقه. ولكن التعب والملل في الشغلانه دي شويه بيبقى بياخد منك يعني. انا بجد هروح امثل اي حاجه. ممكن ابقى ما وصلتش لده لسه، بس انا حاسس ان لو كملت ده عشان طول فتره التصوير طويله جدا. بتقعدوا شهور تصوروا. خمس شهور وست شهور تصوير ده في رمضان يعني، ما بالك في 30 حلقه، فما بالك بقى لما بتفتح. فاظن ان مش عايز اوصل لمرحله ان ابقى موظف قوي. بس زي ما انت بتقول لو ما عندكش شغل، زي ما انت بتقول في اوقات بيبقى مهم فيها جدا انك تبقى شغال، حتى لو يعني الشغل بيجيب شغل. الشغل بيجيب شغل، والشغل مهم في وقت انت بقى يعني انت بتعيش من شغلك يعني. هنا واقعيين يعني، تصرف على نفسك من شغلك. فمش هقعد هتتجوز ابو حميد قريب. ان شاء الله ان شاء الله، انا ناوي يعني قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نطلع نسمع اغنيه ونرجع على طول في عيد صباحك. النجم والفنان احمد حاتم اللي منورني ومشرفني، هنسمع محمد فؤاد ونرجع على طول نستكمل حوارنا. عيش صباحك مع مروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عاده اللي بنرغي فيه في الفواصل ما بنقول. بس انت زملكاوي يا ابو حميد؟ يا حبيبي زملكاوي جدا. زملكاوي جدا بكل فخر. سؤال رياضي واحد بس، رؤيتك ايه للي جاي نادي الزمالك؟ بس يعني بدون اي بص اقول لك على حاجه، هو يعني بصرف النظر بالظبط عن دخول في اي تفاصيل، يعني انا شايف ان الزمالك فيه لعيبه كتير محترمه جدا. وطول ما فيه لعيبه كتير محترمه وفي
يعني دكة محترمة، فالزمالك هيقدر يبقى ينافس بقوة يعني. طيب داخل بتصور ايه اليومين دول؟ اليومين دول لسه مخلص فيلم اسمه يوم من الايام، انتاج استاذ حسين القلة واخراج استاذ محمد مصطفى اللي عملوا لي اوقات فراغ، وبطولة استاذ محمود حميدة وناس طبعا تانية كتير يعني. فهو فيلم خاص شوية، حالة كده عامل فيه دور مش كبير قوي، دور برضو مختلف شوية. ان شاء الله ينزل يمكن في اجازة نص سنة. وبس حاليا بقرا حاجات كتير او بقرا حاجات كتير يعني عشان خفه الدم تعسيل عارف انا المرحله دي. وفعلا مجرد قرايه يعني. دراما ولا سينما؟ سينما سينما. لسه ما فيش حاجه تلفزيون يعني. في مسلسل اسمه نوايا بريئه نازل اون اي، نازل قريب اليومين دول يعني. اوكي. الشغل في البطولات الجماعيه اسهل ولا مع النجوم الكبار اسهل؟ انت جربت الاثنين، عملت بطوله جماعيه شباب واشتغلت قدام نجوم. والله الحمد لله كنت محظوظ، اشتغلت قدام استاذ حسين فهمي واستاذ يسرى واستاذ محمود حميده واستاذ ممدوح عبد العليم الله يرحمه. لا كتير، وكنت فعلا محظوظ في ده، وكلهم استفدت منهم، كلهم كنت مبسوط جدا في تجربة معهم، كلهم الحمد لله يعني اصحابي بشكل ما يعني. بس دي تجربة شوية الشباب بيبقى عندك فيها مساحة او حرية اكتر في انك تشت يعني. عشان عشان اللوكيشن كله كده ولا عليها علاقة بتقل النجم فالموضوع بيبقى ملموم او العمل نفسه مكتوب؟ بص زي ما انت بتقول اكيد بتفرق، بس لطبيعة العمل لان برضو في مخرج لم بالدنيا. بس يعني بتفرق يعني. كنت عن تجربة عملت سيت كوم اسمه احلى ايام، انا ورامز امير وطريق الابياري ومريهان وريهام حجاج. كنا تجري دور علينا يعني في اللوكيشن يعني. كنا كل لك يجري دور علينا. كنا ما فاهم. كانت تجربه مختلفه دي التجربه يعني. انا في الافلام ده اللي هو التمصير بتاع هواي ماتيور مادر. هواي ماتيور مادر بالظبط. ده اللي يعني انا في افلام لا ما فيش كده يعني. ما كانت افلام شبابيه برضه. اوقات فراغ كان فيلم ماشي يعني بطريقه معينه. فيلم هرم الرابع، فيلم المركب، دي افلام ليها تايب برضو. انما السيت كوم هو التايب بتاعه ان هو فعلا كوميدي لايت كوميدي ومفتوح لك شويه انك مساحه حريه فكنا احنا يعني خربين. كويس ان ده كان من زمان. اخبارك ايه على السوشيال ميديا يا ابو حميد؟ لا موجود طبعا، موجود جدا. انا شخص يعني اب تو ديت، مش شخص عدو التكنولوجيا، ولو اني يعني مش بحبها الحب الرهيب، بس انا شخص طبعا عندي اكاونت موجود عليها. شغلا ولا موجود النهارده اكلت بسله ورز والنهارده جبت شعري على اليمين لا 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 بس موجود برضو يعني سخيف يعني مش موجود فنان يعني، موجود مع اصحابك خارج بتاع يعني. الفيسبوك بتاعي بيبقى طول يعني مع اصحابي في حاجات يعني بتحصل مختلفه مش اخبار كشخص عادي خلص. يعني جايز انستجرام شويه هو واخد الحته الفنيه، واخد الحته البابليك يعني. لان هو مش 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 برايفت اكاونت، وهو شويه مفيد في الحته دي كمان. يعني انا بشوف انها بتفرق لو استخدمت السوشيال ميديا صح. انت يعني الدنيا بتختلف، تفرق معاك في الانتراكت مع الناس يعني، بتتعرف على الناس والناس بتتعرف عليك بشكل مختلف. مين مخرجين بتحب تتعامل معاهم او بترتاح في الشغل معاهم؟ انا كنت محظوظ في معظم الناس اللي اشتغلت معاهم يعني. يعني استاذ محمد مصطفى من اكتر الناس اللي بحب اشتغل معها، اللي هو عملت معاه اوقات فراغ والماجيك وفيلم يوم الايام اللي لسه بقول لك عليه، فعلا بحب اشتغل معاه جدا. هاني خليفه كنت لسه بكلمك في اول الحلقه، من اكتر الناس اللي فعلا يعني متاكد اني اشتغل معاه تاني ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما ينفعش تبقى تجربه كده وعد. في ناس نفسي اشتغل معاها كتير، انا اشتغلت مع استاذ عثمان ابو لبن كمان، الناس اللي صحابي جدا بحب اشتغل معاهم يعني. انا مش عايز انسى حد، بس انا كنت الحمد لله محظوظ في ان انا عملت اعمال ليها مخرجين مهمين وليها ممثلين كمان
نجوم كبار. جايز المرحله كمان اللي جايه دي بيتر ميمي مخرج الهرم الرابع فعلا كان طريقه جديده بالنسبه لي اشتغل بيها مع مخرج. احنا كنا يعني كل شويه على التليفون على الايميل نبعت لبعض شغل نعدل حاجات وهكذا. ودي تجربه انك تشتغل مع مخرج كمان شاب لسه عايز ما هي دي يعني. اللي انا اقصدها فرق السن وفرق الخبره وفرق العدد الاعمال اللي عملها المخرج بتريحك انت في الشغل ولا ما بتفرقش معاك؟ لا فرق موهبته وشخصيته بتفرق اكتر بكتير. فرق ازاي هو شايف الموضوع ازاي بص الكيمستري بتركب وازاي بتشغله بعض. يعني ازاي المخرج ده قادر يفضل مشغلك ومدورك كده طول الوقت وانت كمان قادر تفضل تديله فكره يكبرها تديله فكره يديك 10. دي فكرة مهمة جدا. وصدقني انا بشوف ان لا احنا كشباب لازم نعصر دماغ بعض. يعني لما اجي اشتغل مع مش رايحين نشتغل وخلاص لا لازم مخنا يتعب في اللي احنا بنعمله ده عشان بس. ف يعني نفسي يبقى اشتغل الفترة الجاية كمان مع مخرجين شباب مختلفين كتير. اكتر شباب كتير كمان. ننتظر قريبا يوم من الايام في اجازه نص سنه بقول ان شاء الله. ابو حميد نورتني وشرفتني يا حبيبي. صح هناك بدري انا عارف معلش شكلي هكمل يوم بقى خلاص. مش كده مفيش وقت يعني عقبال ما ترجع وتنام هيبقى اليوم شكلها وانت عندك نمرته ما تردش اتصل ما تكلموش اطلع الجيم بقى. اللي كان منورني ومشرفني النجم والفنان احمد حاتم نورتني يا ابو حميد وان شاء الله تبقى معايا قريب جدا ان شاء الله باذن الله. هنطلع نسمع أغنية وإعلانات سريعة ونرجع نختم حلقة. عيش صباحك مع مروان أدري على نجوم FM ونجوم FM TV.